أنا اسمي شكر عبد الله شريف، أستاذ في جامعة جيهان على مجال السيراميك والنحت وفخار. فأني من زمان كان عندي موهبة من السيراميك ومن الطين، كان صغار يعني بحب الطين وبحب الشغلات بالطين مثل كل أطفال الدنيا، يعني بحبون أي شيء ما يحبون. فأني تطورت بهاي مهنة يصير اسمه فخار بعد ما يطلع من الفرن. وبعدين نخليها زجاج، مادة كيميائية زجاج يسمون اسمه سيراميك، بس لازم ارجع الفرن حتى يصير زجاج. يعني بعد ما تطلي المادة الكيميائية اللي هي نعم ترجع للفرن حتى يصير نعم سيراميك. الالوان الوان هو ماده كيميائيه، لانه كل الالوان ده يصنعون من ماده كيميائيه، مواد معدني مثل الحديد ونحاس ومغنيسيوم وكل المواد الاخر. فهذول المواد ده يصنعون كالوان، لانه كل الالوان ده يحترق داخل الفرن، بس
فقد اللون المعدني ماذا يحترق داخل الفرن؟ نعم نعم يتخلطون مع الزجاج ويخلون على شو اسمه على القطعة مالهم ويرجع الفرن ويصير هذا اللون حلو السيراميك. نريد الناس يعرفون هاي الشغل لأنه هذا الشغل مهم جدا لأنه هذا من تراثنا أول مرة فلازم يبقى هذا التراث إلى الأبد. فإذا احنا ما سوينا هذا الشيء مثل تراثي يبقى إلى الأبد والأطفالنا لازم يعرفون الشغل أبا وأجدادنا فهذا الشغل لازم يبقى إلى الأبد. أول مرة نتخليها خارج الفرن وتخطيه على قطعة مالك وبعدين يروح داخل الفرن والمرحلة تزيد يصير لازم انتهى درجة حرارة معينة تقريبا ألف أقل من الألف حتى يطلع هذا اللون الحلو مع الزجاج كأنت يا سيد. مرحلة السيراميك هو من بداية هو كان تراب كان قبل يقولون كل التراب ما يصير على الفخار فبعد ما تطور العلم كل تين تقدر تسويها فخار واحتياجي ماذا ينكسر بعد ما يأكل النار فجيب أي تراب تخليها داخل أي شيء مثلا مثل هذا تخليها داخله بعدين مكسر تماما حتى يصير عجينة بعدين بالمخل نصفيها أي مواد شوائب أي شيء منه 4 مرات أسويها حتى يروح منه كامل بعدين تخليها داخل خشب أي شيء حتى يروح منه ماي بعدين نعجنها تماما بعد ما احنا نعجنها تخليها داخل الكيس مثل هذا لأنه بها رطوبة احنا ما نريد يروح منه الرطوبة تقريبا يبقى تقريبا 25 يوم بعد 25 يوم احنا نقدر طلعها من الكيس البلاستيكي وتخليها على الشغل مالتنا ونسويها أي شيء ما نريد من هذا التراب كأحنا جبنا من أي مكان احنا كسيراميكس نسويها في القطعة أي قطعة كأحنا عندنا فلازم عندنا فرن مثل كتشوفون هذا الفرن يعتبر كهربائي فأحنا لازم أخليها فتشي داخله هاي الشغلات المال الأطفال الصغار سوون فأني بحب الأطفال شغلهم ف هذول القطعات لما يدخلوا داخل الفرن هذا الحي أنا يعني سويته إذا تشوفون بعد باقي يعني يصير فخار فهذول القطعات إحنا نسويها تخليها داخل بعد ما ينشف تخليها داخل الفرن بعد ما يأكل درجة حرارة 950 يصير اسمه فخار يمي هذا أم الدنيا يعني يسمون أم الدنيا فاي سويت يعني مثلا كأطفال مفروحين داخل هذه القطعة وبها حيوانات وأشجار وزهور يعني وكل شيء يعني مو بس جسد امرأة لا لا بها رموز ولا هي يعني مثل نعم مزهرية لكن بها رموز نعم منقوشة هنا تمثل التراث الكردي أكيد فعلا تحفة يعني حقك يقول أم الدنيا فامرأة يمي مثل أم الدنيا لأنه إذا ماكو امرأة ماكو أي أحد هذه الأم لأم الدنيا أم الدنيا أم كردستان نعم أكيد فأحنا اليوم نشكرك أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذا الوقت اللي نحن يا عرفتنا على حرفة جميلة وعلى فن أجمل أشكركم شكرا جزيلا على وسهلا نرحب بكم.